بسأل علي سؤال وهو ما يدري شو السالفة. قد السنة الجاية لو الشركات بالأندرويد ترفع السعر، يعني عندها خيار ترفع السعر. أها. شلون؟ في الفلاكشيب ترفع السعر أو تشيل مكونات الجهاز أو مكونات الجهاز أو الأشياء الداخلية في الجهاز. إيش قصدك عشان تخفف السعر؟ إيه. أتوقع كذا وكذا. أنت شو الخيار اللي عندك؟ لا تشيل شغلات. يعني مثلاً تشيل الشاحن. لا 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 تشيل بعض الكاميرات، تشيل انا اكلمك الشاحن السلك. لا ما راح تشيل بعض الكاميرات، ما راح تسوي داون جريد حق الاشياء دي، هي بترجع زياده ميزات دي بترفعها. انا اكلمك المكونات او الاشياء اللي تجي مع الجهاز اللي داخل. شيل السماعه زين، شال السماعه هذا ب $30 قل، ما كم 20 15 يمكن. الشاحن لا ما شيله. طيب ترفع السعر، يعني ترفع السعر لان الحين انا بعلمك. كوالكوم اعلنت او طلعت اشاعات الحين والتسريبات حقتها كوالكوم ان الكوالكوم الجديد الفلاكشيب بتكلم بيزيد فوق $100، حدود $100 قيمتها حق الشركات. فال $100 كيف يسوونها؟ ياخذون من العميل يخلون نفس القطعه داخل، والعميل يسكت يقول اوكي بس ارتفع السعر، او انه يثبتون السعر ويشيلون الاشياء داخل. ما راح يشيلون لك ميزه من الجهاز، يقللون من ربحاتهم بعد شوي الشركات. انا اكلمك الشركات الحين داخلين على كورونا، ما هم يبون ارباح الحين، هي بالحاله كورونا بدون ما يزيدون لازم يرتفع سعر الجهاز. ما اتوقع يشيلون الشحن، السماعه يمكن يشيلونه بس طيب ما زالت دي في القيمه الى الان، ما زالت دي في القيمه. بيشيلون شغلات، بعضهم بيقومون يشيلون شغلات من الجهاز نفسه، يعني ميزات في الجهاز نفسه. اي يعني مثل اللي قلت لك التايم اوف فلايت وغيرها، مثل سامسونج تشيل شغلات تخلونه سوفت وير. انت بالنسبه لك شنو؟ اشيل بعض الميزات في الجهاز ولا اقلل من محتوى الجهاز او محتويات الجهاز؟ محتوى العلبه. محتوى العلبه لا تشيل بعض الميزات اللي تقدر، يعني لب مهمه او انك اللي تقدر تسويها كسوفت وير من سامسونج. بس هذا احسن. طيب ابل توقع شو تسوي؟ شو تتوقع تقدر تشيل؟ ادري بس ابل تتوقع شو تشيل لو انه سماعه شلتها هي ولا سماعه ما شلتها الى الان؟ بيش خلاص بتشيل سماعه. السماعه ب $20 او $30 تشيل السماعه بس. اتوقع انه ما تقدر تشيل السماعه بس هذا حده. في اشاعات يقول لك حتى الشاحن ما بيحطونه. اوه ليش؟ سامسونج اتوقع تقدر تحط الشاحن والسلك والسماعه في الجهاز الغالي اللي ب $1400. الاشياء اللي تحت ب 700 ب 600. في كلام يبون يرخصون اسعارهم. لازم يرخصون اسعارهم، اقول لك يعني ارتفعت واجد. بس اكلمك انت اللي عندك خيار انك تشيل اللي في العلبه الحين، هذا مش خيارات من الخيارات اللي عندكم انت اللي كنت تستنسون فيها، ان مثلا تعطيني الخيار الثاني مثلا تشيل اللي في العلبه. تقول لك يعني انت حط ببالك ان قيمه الجهاز مثلا ب 700 بس انت الحين شريتها ب 600. عندك ال 100 دي انت اللي تلعب فيها بكيفك في الخيارات، تزيد ذا الشيء تشيل. يعني بس بعض الناس بيجيك يقول لك لا، يعني مثلا الحين ابل بتنزل الحين الجهاز حقه في ذا السنه الحين مع الكورونا وكل شيء ب $540 ب $550 اللي ما عمرها سوته قبل. هذا السالق اللي تحت الرخيص، مع انه في اشياء كلها يعني ممتازه، هذا المبيعات يمكن تصير قوي، فشرت لك الخيارات ديلي وصار سعره رخيص. انت عندك وانت تطلبه تقول لك تبي مثلا سلك، تبي شاحن، بتزيد $60 مثلا، فبيكون ب 620 ب 630. فانت اللي تتوقع عاد السماعة الشاحن. ايه هذا اقول لك مثلا الايبود انا ليش تسوي ذي الحركة مثلا تكلها اشاعات احنا كان مكان او اخبار يمكن تصير صح يمكن غلط، لان مثلا الايبود تاتش اوريدي رخيص. صح؟ ما حد اشتكى يوم ما كان ما في شيء، ما في تاتش، ما في شيء، ما في الا سماعة وسلك. الشاحن ما في، بس الايباد في سماعة، في سلك والشاحن ما في سماعة. لأن من بدايته، لكن الايبود تاتش ما حد يشتكي لأنه رخيص. فأنت الحين في ذي الوقت الشركات كلها الحين مضغوطة من الموزعين، كل شيء بيرتبح، حتى الموزع يقول لك أبي أرباح هنا، أو مش الموزع يعني الشركة اللي بتاخذ المورد من حق الشركة الثانية. الشركات يعني أنا 100% أتوقع أن الشاشة راح ترتفع قيمتها، الكاميرا راح ترتفع قيمتها، المعالج راح يرتفع قيمته. المعالج الحين يقول لك كوالكوم تبي تربح $100، تبي ارباح، لان بعض الشركات الحين اصلا قامت تسرح موظفينها، طلع برا خلاص ما تبي ما... ف
في خيارات يا هذا يا هذا. او انه يعني ما ادري شلون بعض الاشخاص اتوقع ابل تقدر تسكت كل الناس لو ترفع قيمه $100 ما حد يقدر يتكلم، لان الشركات الحين كلهم راح يرفعون قيمه جوالاتهم، كلهم لازم يرفعونها لان بيغللون، ولازم انت تغلل علشان ما تفقد ربحك، لكن اوريدي انت بتاخذ القطع من الشركات الثانيه غالي، شو تسوي؟ تغلل وتغلل وتغلل لمتى؟ الحين تتكلم عن انهم العاديين اللي ما ببرو شنو هم؟ اللي ما بيحطوا في شاحن. اي يمكن ما تدري الى الان ايش بيسوون، بس اكلمك انت كشركه انت بتاخذ من الموردين حقينك بسعر اغلى، والتميزات اللي بتحطها يعني مثلا معالج الحين الى الان يعني الشركات اللي في الاندرويد اللي نزل 5G حق الاندرويد، ال 5G اوريدي الحاله بس تحط 5G لازم قيمه الجهاز اغلى. المودم مالهم بعد غالي. بس ال 5G قيمه الجهاز اغلى من الاجهزه اللي موجوده الحين. مع السنه الجايه عادي ابل وشيء طبيعي انك تحط 5G وترفع السعر، بس تخيل انك هي ضربه معلم انك تحط 5G ويتم السعر نفسه. الشركات الحين هم بس المشكله انهم بياخذون مال كوالكوم المودم. اي بس من كوالكوم في الاشياء اللي بيسوونها، بس انا كلمك انك تحط 5G المشكله انك تحط مال كوالكوم فلازم ترفع السعر. طيب اذا ما رفعت السعر شو اللي بتسوي؟ يا تاخذ علي خساره تحاول تطلع اللي هي باشتراكات ولا شيء من جهه ثانيه. طيب مثل يعني مثل سوني وغيرها من شركات ثانيه ياخذون خساره ويدزون لك، لان ابل بعد عندها الحين يعني مقارنه بسامسونج ذي اللي ما عندهم شغلات واجد، عندها اللي يشتري بس بس انك اكلمك اياها انه تاخذه بخساره وتحطه والشركه الثانيه اوريدي رفعت السعر. زين اي قلت لك هم ياخذون الخساره عليهم يعني ياخذون $100 ولا $50 خساره ويدزون لك اللي هي زياده ماركتينج حق لهم الميوزك تي في بلس مالهم هذه كلها عشان الناس يشتركون ويطلعوا ربحتهم جهه ثانيه. طيب هي اوريدي دايم مسويتها، او انها ترفع اللي هي مالي المطورين اشتراك المطورين هذا الحساب. لا ما راح تسوي كذا، انت بتدلع المطورين الحين متخنقين معاه ليش تاخذين اول سنه 30% والسنه اللي بعدها 15%؟ هي لا المطورين لازم تدلعهم لان قوه الجهاز، او ان نسبه اللي هي قسمه اللي هي البيع في المتجر تزيد لجهتهم. طيب في طرق يعني كذا، بس انه ما راح شوف كمطورين اختبار اللايسنس بعد للتطبيق تعرف اذا بترفع التطبيق عشان يختبرون عشان تحطه في الستور ياخذون تدفع فلوس يمكن يرفعون الاختبار اللايسنس هو $100 هي. بس انا اكلمك ان دي الحركه اللي بتسويها المطورين هي اصل ابل يعني لا 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 يعني الحين مطور يرفع البرنامج حقه ويجي اعتراض يشبوه شلون يقومون عليهم بدون ولو يتمسخرون تدفع لنا 99 وتسوي لنا هالاشياء. فانا بالنسبه لي الحين ابل سنه 2019 اكثر الشركات 2019 اكثر الشركات ما رفعوا قيمه جوالاتهم او رفعوا قيمه جوالاتهم، وان بلس رفعت قيمه جوالاتها كان $100 اول ما بدا او $200 شوف الحين وصلت 800 900، سامسونج وصلت ل 1400. في شركات ما يحطون شيء ويرفعون قيمتها، سوني بس اسكت البيت فهمت شلون؟ المهم سوني تعب من الجهات الثانية، المشكلة هنا تحط يعني تقنيات اللايسنس مالها بس أنا أكلمك أنا كذا. بس أبل طلعت بنفس القيمة وما رفعت شيء. السنة هذه عندها خيارات إن تشيل اللي في العلبة وتعطيك $100 أنت بكيفك تشتري وما تشتري. أنا بالنسبة لي دي أفضل، إني أنا ما راح أستخدمه، أنا الشحن في الآيفون في الآيبود نفسه يعني في الآيفون العلبة كلش ما أستخدمه فمن صالحي. لكن الأشخاص الثانيين يعني مثلا ما ادري ليش عندك خيارين انت كشركه ترفع السعر وسكتون الناس لان اوريدي السوق كله رفع السعر، ما ترفع السعر وتشيل قطع الناس بيقولون لك ليش خو اوريدي انا ما رفعت السعر. انا اتوقع انك تقدر تسوي اثنين وسكتون كلهم خلاص، شو اسوي؟ ارفع السعر واشيل اللي في العلبه ويلا شوف لك حل. اي عم اذا تبي تشتري ايفون ما تقدر تروح حق جوجل عشان تشتري ايفون. فالى الان 2020 او نهايه السنه هذه كل الشركات بيتوهقون من الموردين ومن القطع اللي بيحطونها، او عندهم خيار واحد ان السنه هذه ما يسوون شيء جديد ولا يحطون اي شيء، لا يحطون يعني خاصه اللي نزلت 5G تم 5G هذه قيمه غالي، ال4G اصلا الموردين الحين حتى القطع الحين لو جبت تاخذها من المورد يبي فلوس زياده، قطع حق الشركه الجهاز ويعني دي الشاشه من دي الشركه، المعالج من دي الشركه، الكاميرا من دي يبون زياده لان قاعدين ضغط عليهم الحين على ما يشتغلون السيفتي وما السيفتي فالاندرويد
عندهم الخيار الثاني إنه يحطون أجهزة المعالجات رخيصة، فأجهزة رخيصة هي اللي بتبيع أكثر. الأجهزة الغالية بتكون حق أشخاص قليلين، أشخاص قليلين، أشخاص يبون يشترون الجهاز اللي ندعم سنة سنتين. الأجهزة الرخيصة ما راح يكون فيها دعم نفس الدعم الأجهزة الغالية، وبيكون فيها كل شيء. يعني تخيل الحين الأجهزة الرخيصة يقدرون يحطون لك فيها سلك السماعة، يعني الحين بعض الأجهزة الغالية ما يكون يحطون فيهم حتى مدخل السماعة. كانت في الحين في الأجهزة الرخيصة كان في أوبشن، أو الآن في ميزة مش موجودة في الأجهزة الغالية. فهذا الخيار، فأبل عندها ثلاث خيارات يمكن: ترفع السعر وتخليك في القطع، ترفع السعر وتشيل القطع، لأن تقدر ترفع السعر $100 عشان تجيب أرباح، لأن أوريدي القطع راح تكون غالية وتبي تثبت الأرباح حقتها، فترفع السعر وتشيل القطع عشان يثبت السعر، أو تثبت السعر وتشيل القطع الداخلية في الجهاز أو اللي يجي مع الجهاز. فكل الشركات متوهقين الحين، الإشاعات تطلع حق أبل، لكن كل الشركات متوهقين، أكثر الشركات متوهقين. نشوف قدام ايش بيسوون. أنا بالنسبة لي أبي الجهاز، أبي الميزات، أبي الجهاز نفسه، القطع أو الأشياء اللي تجي مع الجهاز أوكي حلوة. يعني تقدر أبل ترفع الجهاز $300 وتصير نفس ون بلس 620 ألترا مثلا $300 و$400، وتحط لك حتى إيربودز داخل الجهاز في العلبة يعني، بس يقدرون يسوونها في الفولد، يعني تقدر تسوي لك الحركة دي. لا ما بروح. فكلها خيارات وكلها أشياء ما تدري شو يسوون. الأشخاص بيطلع دم لازم، بس مع الوقت خلاص انت وصلت لمرحلة انك لازم ترفع قيمة الجهاز، لازم تفكر بشيء ثاني، انك تثبت الجهاز او ترفع قليل بس ما ترفع كثير. اهم لا، لو ان عندهم شاحن يونيفرسال يعني اشتغل على اجهزتهم كلها وقديم موجود عند خلق لك الشاحن اللي عندك، اجل موجود عندهم الشاحن الخمس واط يشغل على الاجهزة كلها وما يضرهم ما يسوي لهم شيء عند اغلب الناس. والكيبل متوفر حتى الثيرد بارتي باسعار رخيصه. البي تي متوفر في كل مكان خلاص. اي البي تي موجود يعني لكل الشركات، اغلب الشركات تستخدم حتى بعض اللابتوبات. فخلاص يعني المفروض انك اذا رحت شريت جوال انت عندك شاحن في البيت، مو بلازم يصير شاحن ابل، بس عندك شاحن في البيت تقدر تشحنه بطريقه امنه عادي، او انك تدفع $30 $40 انت من نفسك. بس اهم شيء حق الغير عندهم خيار ثاني انه ما يدفعون. أنا ما أبي أدفع، أخلي الجهاز كذا. أنت واحد من الشباب عارفه، هو الوحيدين اللي يفتح الجوال، يفتح الكرتون، يأخذ الجوال، يهد الأغراض، لأنه شاحنة عنده، سماعته برا عنده، كل شيء عنده برا، ما يستخدم الأجهزة. أنا مش شاحنة عندي، يعني أنا كل سنة أشتري كم جهاز. أنا شواحنة عندي، أسلاكي عندي هنا شاحنين، هناك ثلاث شواحن. الايفون ما براحت العلب، كل شيء الاس اي كل شيء داخله فيه. واحد من الشباب في السعوديه هنا المرسلت له يبي السماعه، اعطيته السماعه، شلت السماعه حطيته له. هناك في شاحن، انت عندك شاحن مال الايفون في المستودع، ثلاث شواحن مدري كم في الغرفه، عندي اثنين مال ثلاثه، عزك الله بدوره المياه في واحد في المطبخ، واحد هناك حق عندك شاحن في الحمام. احيانا احط الجوال ما حلق حق، عندي سبيكرز شغل كل تروش تشغل موسيقى. المهم هي خيارات، سيارتي قايب وتسبح تشغل، فهي كلها خيارات. واحنا قلنا ان بيشيلون كبدايه، قلنا بيشيلون شنو؟ السماعه مدخل الشاحن. ان الحين بيشيلون هالسنه الجاي بيحطون وايرلس، يعني هو هذا نرجع مره ثانيه على الوايرلس، نرجع مره ثانيه حق الوايرلس. ما تدري شيلت شوف هو المدخل الشاحن بينشال ما بالشاحن، مدخل الشاحن بيشال يحطون لك يشيل لك مدخل شاحن يخلي لك سلك شاحن. وانا شبكه تمهيد الحين علشان تمهيد الحين الشيء يسوونه علشان يكون الاشخاص ضغط عليهم كبدايه، او ان الناس يقولون لك ليش شلتي ما شنو، والسنه الجايه يشيلون ذا الشيء الثاني، ما يشيلون لك شيء في نفس الوقت ويشبون الناس كلها. تعرف اللي واحد يشتري لايف هنا، يشتري فتحة، طلع الشاحن، شكه بالكهرب، بشحنه شلون بشغله، يمشي في الكيبل، ما في ممكن، ما في مدخل، شو يسوي هنا؟ فأنا هم إذا شالوا، أنا ما شيلة الشاحن تيجي، شيلة الشاحن السنة سهلة، شيلة المدخل السنة صعبة. إيش المدخل لازم السنة الجاية؟
أو يمكن حتى يمكن بعد. يمكن بس إنه هنا بيجي في المستقبل بيجي ذي والناس بيدمون الأشياء. الحين لازم الناس يتعودون ويشترون اللي هي وايرلس شارجر لبيوتهم. لأنه أرخص من السلك والشاحن. لو السلك والشاحن نفسه تشتريهم مع بعض. وايرلس شارجر ترى أرخص بكثير. يعني وايرلس شارجر اللي عندي هنا ب 12 دولار شريط. اللي من طوله هنا ب 12 دولار. والثاني هنا وهذا ذي ب 12 مع سماعة. استبدل حق سماعة. في الغرفة عندي اثنين. عندي واحد مستخدم وانا استخدم كستان. وغير ايه والثالث عندي اثنين ديله مع بعض. عندك واحد وعندي واحد ثاني في المستودع اللي حاطه. فشوف كلهم مدخل السل يعني الوايرلس ارخص بكثير بس. انت مر يعني احنا اللي تحت ذا بعد. هذا قاعدة الحين مشاحن. ما بشك ما فر عليها. اللي تحت ايه. قاعدة والحق السماعة والايفون. ف. ذا ما بشاحن. وين. ذا شاطة وصل كلمة اللي تحت. ف. احنا لازم نوصل حق ذي المرحله. لازم تشوف الشركات ان هي متوهقه ما تبي تشيل الميزات اللي في الجهاز داخل يعني في نفس الجهاز. تبي تحط لك ميزات جديده تحط لك ال 5G تحط لك الاشياء الثانيه 120 لو كانت توصل لها. والاجهزه الرخيصه تبي تخليها رخيصه والغاليه تبي تخليها الغاليه. القطع او الاشياء اللي تيجي في العلبه هذا اللي تقدر تلعب فيه الحين. لان يعني تخيل الحين الجهاز أبل قاعد يشتغل وكل شيء قبل سنة سنتين تدري مثلا قيمة الجهاز عليه بيكلف 400 دولار الحين توهقت بيكلفها يعني 500 أو 600 دولار. نفس الشيء نفس كل شيء. ليش؟ لأن الموردين نفسهم توهقوا. الشركات قامت تسكر. الأبحاث حقت قامت تغل يعني حق التطوير. ففي أشياء لازم يدورون عليها يشوفون لها حل. بس لو الجوال جديد ملفوف كيس أحسن. أهم شيء سعره أرخص. السعر هذا اللي إيه لأنك بس بيجون حتى الباكج المونه ما بطل الباكج المونه غالي إيه كرتوني إيه فكبداية نشوف أو قدام نشوف معنا أبل ما توقعت ما راح تغير الانبوكسن إكسبيرينس يعني ما راح تغيره ما راح تحاول ترخصه يعني هي رخصته وخلتها يعني خلتها إن شو اسمه ريسايكلينج وما أدري شنو يعني أول كان في بلاستيك داخل علبة السماعة كانت العلبة حق السماعة كانت بلاستيك يعني خلوها كرتون كل شيء كرتون. الآيباد حتى التقليف الآيباد اللي يجيب الماك حتى الماك في الفيديو اللي سويته تفتح الماك الكيس اللي على تغليفة الماك من داخل ترى بيبر مو بلاستيك. الآيفون الآن بلاستيك الآيباد مش بلاستيك تغليفة الداخلية مش تغليفة الكرتون. هم نفس الطابعة شغلات يقدرون يطلعون منه مع حالة من حال الكتاب خصبة. إيه لأن اكتشفت ورق خصبة تقدر تكتشف وذيل شغلات أخف طبعا أرخص أنحف أحسن للبيئة. هم لازم يجيبون لها حل الحين بس إنه صعب الحين. وبعد هذولي فجرت تسوي مثل ما تسوي جوجل. شنو جوجل مع البكسل 4 شالت اللي هي يوزر جايد تري المستخدم هذا حطت بطاقيس قلت سوي سكان وديك الموقع. بس مثلا سكانت مثلا شلوهم. بس مثلا جوجل ما عمره حطت سماعة صوت القلب من صنع من البيكسل برضه ذا او النكسس ما عمره حطت سماعه داخل ما حتكلم. لا لا كان موجود. انا شاريه ما حط. لا البيكسل وشو البيكسل قصدك هنا؟ اي انا اتكلم عن البيكسل. افتح شغل البيكسل شنو شو اللي جمعه في العلبه؟ لا لا ما بالبيكسل هذا البيكسل 3 شالت بيكسل 1 جدور فين شو اللي بيجي جمعه بيكسل 1 ما في سماعه بس في مدخل سماعه. اي بيكسل 2 حطوا دونجل. اوكي ما في سماعه. بيكسل 1 طبعا في كيبلين الاي والسي كيبلين سي سي ولا اي سي. البيكسل 2 حطوا دونجل وشالوا كيبل. اوكي البيكسل 3 شالوا الدونجل اللي كان 30 دولار وانا كان بعدين رخصه ما البيكسل 2 البيكسل 3 حطوا سيم اجكتر تول و اول ما في يعني ما في شيء سيم اجكتر تول وسماعه سماعه تايب سي هذا 3 إيه. بيكسل 4 شالوا السماعه والدونجل تقريبا بعد ما في دونجل صح ما في بيكسل 4 ذيك لو شيء بيكسل 4 هذا هو فاتحه لا بيكسل 2 ده هنا بيكسل 2 بس الدونجل سماعه صح فكلها خير رد اللي يسوونه. بحط لكم احنا في النهايه بس صوره عن الكوالكوم اجهزتها والمعالجات حقين كيف راح ترفعها مقارنة بالكوالكوم القديم الأول موجود الحين. شوف الحين أقول لك يا كيف قيمة الآيفون كان يرتفع سعره لأن
كل الشركات عندهم ابحاث تطوير. لا مش كل الشركات، خلينا نكون واقعيين يعني. بعض الشركات يخدم شركات ثانية بس ما عندهم شيء. بعض الشركات تعتبر تجميع مع ديزاين وسوفت وير. اغلب الشركات خاصة الكبيرة يعني سامسونج جوجل. انا بقول لك احنا التطوير هذا لازم قيمة الجهاز، فالتطوير كل سنة يزيد. يعني الحين التطوير اللي جالس عليه قبل تشتغل مع كورونا دبل الدبل. شوف الاخبار الحين اقول لك كم ابل وصلت. وصلت وش؟ 15 بليون دولار في الريسيرش والديفلوبر. 15 مليار دولار عندك. دي القيمه منين بتسويها؟ ليش قيمه الجهاز يصير غالي؟ من يعني الابحاث والتطوير اللي توصل لها هذه الشركه. عندك